السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول من إعدادي، النهارده إن شاء الله هناخد أول درس في الحلقة الثانية، الطاقة ومصادرها وصورها. يعني إيه الطاقة؟ هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تبديل. أقول لك أعرف الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تبديل. أنت عندك طاقة يبقى تقدر تبذل شغل. شغل يعني إيه؟ قوة تحركها مسافة معينة، انك تشيل الشنطة وتتحرك بيها، انك تزق عربية وتتحرك. يبقى انت هنا عملت شغل. يبقى انت لو عندك طاقة يبقى قادر تنزل شغل. ايه صور الطاقة؟ في طاقة كتيرة، في طاقة حرارية، في طاقة صوتية، في طاقة ضوئية، في طاقة كهربية، في طاقة كيميائية، في طاقة نووية، في طاقة حرارية. هندرس السنة دي الطاقة اللي كانت كلمة اللي هي مجموعة طاقتين، الوضع والحرارة. طب ايه أهم مصادر الطاقة اللي احنا بنتعامل معاها؟ الشمس مصدر رئيسي للضوء والحرارة والطاقة. الرياح أهم مصادر الطاقة، زي بنسمع عن حاجة اسمها المراوح الهوائية اللي بتولد الكهرباء. الغذاء بيعطي الجسم الطاقة، يعني اكل الانسان زي البنزين للعربيه. البنزين للعربيه او الوقود للسياره بيديها الطاقه عشان تقدر تتحرك، والغذاء للانسان بيدينا الطاقه عشان نقدر نتحرك ونعمل مشاكل. الوقود ده برضه طاقه، مصدر الطاقه. مصادر المياه شلات بتحرك توربينات فتولد كهرباء. التفاعلات النوويه هناخد بعد كده من مصادر الطاقه الكهربائيه برضه. الشغل قوة في الإزاحة. لما أقول يعني شغل واللي حاصل ضرب القوة في الإزاحة. الشغل حاصل ضرب القوة في الإزاحة. الشغل وحدته إيه؟ جول، قوة نيوتن، الإزاحة متر. يبقى الشغل جول، قوة نيوتن، الإزاحة متر. هيجي يقول لي ناتج او خارج اسم الشغل على الازاحه، قول لي القوه. حاصل ضرب القوه في الازاحه، قول لي الشغل. يعني ايه طاقه الموضوع؟ طاقه مختزله في الجسم نتيجه الشغل المبذول عليه. انا لما اشيل قلم كده، القلم ده جواه طاقه وقت، لاني بذلت جواه شغل، اللي انا حركته مسافه معينه. انا لو جبت قلم وحركته غير ما اجيب قلمين، غير ما اجيب قلمين وكتاب. كل ما بيزيد كتلة الحاجة اللي انت بتحركها الشغل بيزيد، فطاقة الوضع تزيد. طاقة الوضع بتعتمد اول حاجة على كتلة الشيء اللي بتحركه او الوزن. اول عامل بتوقف عليه الوزن. كل ما بيزيد وزن الشيء اللي بترفعه بيزيد الشغل، بيزيد طاقة الوضع. زي ما ترفع ثقل 5 كيلو جرام تبذل شغل، غير اما ترفع 10 كيلو جرام، بتلاقي ال 10 كيلو جرام قوه الجسم الارضي ليه اكتر، فهتبذل شغل اكتر. الشغل بيعتمد على الوزن والارتفاع. طاقة الوضع بتعتمد على الوزن والارتفاع. الوزن عامل زي القوه، وحده النيوتن. الارتفاع عامل زي المسافه او المساحه، وحده متر. تاني يعني طاقة الوضع؟ طاقة مختزلة في الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. قانون، انا عايز طاقة الوضع. بص المثلث التاني، الكاس ده مليان مثلثات. عايز طاقة الوضع، طب هو اختصارها اضراب الوزن في الارتفاع. يعني طاقة الوضع عامله زي الشغل، ده تشوف بطل. الارتفاع عامل زي الازاحه، ده متر. الوزن عامل زي القوه، ده نيوتن. ساعات الوزن اللي بيديها لك دايركت مباشره بتجيب الوزن من قانون تاني خدته السنه اللي فاتت. الوزن الكتله بتجيب جرام في 10، صح؟ ال 10 دي اسمها العدد، يعني عدد. لما بحكي الجسم تحت كده اتجاه الارض بيتحرك حاجه اسمها عجله الجاذبيه الارضيه. بيتحرك حاجه اسمها عجله الأرضية.
الهرمون عندنا كده دلوقتي بيساوي ايه؟ الكتله تعادل النسبيه طاقه الحركه. طاقه الحركه الشغل المبذول اثناء الحركه. دي حاجات تتحرك زي عربيه بتتحرك. لو عندك عربيتين بيتحركوا، عربيه صغيره في الكتله وعربيه كبيره، الاثنين بيتحركوا، مين فيهم هيحتاج شغل اكتر عشان يوقفها؟ اكيد العربيات الكبيره، عشان العربيات الكبيره بتعمل مشاكل كتير والسرعه عاليه لان طاقه حركتها بتبقى كبيره. في عاملين بيأثروا في طاقه الحركه، العامل الاول السرعه والعامل الثاني الكتله. عشان كده بقول لك ايه، لازم العربيات على الطرق تهدي السرعه شويه، لان السرعه لما بتزيد طاقه الحركه بتزيد، يبقى صعب توقف العربيه ويحصل حوادث. السرعه والكتله. تمام؟ ايه بقى طاقه الحركه؟ شغل مبذول اثناء حركه الجسم. شغل مبذول اثناء حركه الجسم. شغل مبذول اثناء حركه الجسم. قانون طاقه الحركه طرحه نص الكتله يعني كام؟ مربع السرعه عند المثلث. لما تيجي تستوي المثلث هنا النص ده بيعمل مشكله شويه. هتقول اثنين فوق في طاقه الحركه. كتلة في مربع السرعة. لو انت عايز الكتلة اتنين في طاقة الحركة على مربع السرعة. عايز مربع السرعة اتنين في طاقة الحركة على مربع. خلي بالك لو جبت مربع السرعة وهو طالب منك السرعة، ازاي تجيب السرعة؟ تعمل حاجة اسمها الجذب. في علامة كده في الآلة الحاسبة اسمها الجذب. يعني مثلا مربع السرعة طلع 100، لو عامل جذب 100 يطلع 10 مثلا. ناخد مثال دلوقتي ازاي بنحسب طاقة الحركة. طيب ايه قانونها؟ نص الكتلة في مربع السرعة. لو السرعة زادت الضعف طاقة الحركة تزيد أربع أضعاف. ليه؟ عشان المربع. في حاجة بقى اسمها الطاقة الميكانيكية، مجموع طاقة تانية. الوضع والحركة، طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. ناخد مسألة كده ازاي نحسب طاقة الوضع أو طاقة الحركة أو الطاقة الميكانيكية، إزاي نحسبهم؟ مسألة إيه؟ قذف شخص كرة قياسية من أعلى فكانت سرعتها 3 متر على الثانية على ارتفاع 4 متر وتتجه وتتجه لعلى. عايز الطاقة الميكانيكية. عشان تجيب الطاقة الميكانيكية لازم تجيب الأول طاقة الوضع. عشان تجيب طاقة الوضع هل معاك الوزن والارتفاع؟ مش كده؟ عالي ارتفاع معيش الوزن. خش على قانون الوزن. هضرب الكتلة في العجل. قول الوزن بيساوي كتلة ضرب العجل. يعني كم في كام؟ 5 من 10 في 10 بتساوي 5 نيوتن. طيب بعد كده تجيب طاقة الوضع. اضرب الوزن بالارتفاع. الوزن 5، الارتفاع 4، يبقى 20 جول. بعد كده هات طاقة الحركة. بص ازاي بقى معاها طاقة الحركة. نص الكتلة في مربع السرعة. نص الكتلة 5 من 10. مربع السرعة قال لك السرعة كام؟ 3 تربيع. يعني 2 جول. اخر حاجه هات الطاقه الميكانيكيه، هتجمع طاقه الوضع زائد طاقه الحركه وتعوض. يبقى كده حسبنا طاقه الوضع، حسبنا طاقه الحركه، حسبنا الطاقه الميكانيكيه 20 زائد 2 ربع يبقى 22 ربع جول. يبقى كده خلصنا الدرس الاول، وهيبقى كمان شويه نذاكرها كويس ونحل عليها.